الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وأتم علينا نعمة الإيمان في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد قلت لكم الله سبحانه وتعالى لكم تكريم كفاية سيدي صلى الله عليه وسلم نال ذاك نما صبرك أنا اسمي سيدي ابن عيسى أتعلم في مدرسة السراج المنيرة المجد الفقهي باب أحكام الإسلام. أحكام الإسلام أحكامه خمسة: الفرض والسنة والمباح والحرام والمكروه. ما الفرض؟ هو الواجب فيه فإذا فرضه مكلف ينال ثوابه ومن تركه ينال عقابه. كم نوع الفرض؟ نوعين: فرض العين وفرض الكفاية. ما الفرض العيني؟ هو الواجب فيه على كل مكلف كالصلاة والصيام. ما الفرض الكفائي؟ هو الواجب فيه على جميع المكلف فإذا فعله واحد منه سقط عن الباقين كالصلاة والصيام كالصلاة والجنازة. ما السنة؟ هي الأمر المستحب تركه هي الأمر المستحب فيه فمن فعله ينال ثوابه ومن تركه لا ينال عقابه. ما المباح هو الذي يجوز الإنسان فعله وتركه فلا ثواب فيه ولا عقابه. ما الحرام هو الواجب تركه فمن فعله ينال ثواب ينال عقابه ومن تركه ينال ثواب كشرب الخمر. ما المكروه هو المستحب تركه فمن تركه ينال ثوابه ومن فعله لا ينال عقابه كشرب. وهذا السلام عليكم وعفو منكم.